مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلو الجالاكسي بوقت كتير كتير صغير وكتير طيبة وبسيطة، وعن جد ان شاء الله بتمنى تنال اعجابكم. كتير كتير طيبة بهيدا الشكل، روعة. شايفين؟ لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط حليب، حطيت 3 أكواب حليب، ضيف نشا ملعقة، 2، 3، حطيت كمان 3 معالق طعام نشا، كمان بحط جالاكسي ملعقة، 2، 3، 4، 4 معالق طعام جالاكسي. حركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد الخليط بهذا القوام صار، هلأ منطفي الغاز. هلأ بحطهم بالأكواب. بس حطيت الجالاكسي بالأكواب بهيدا الشكل، هلأ بحطهم بالبراد أقل شي ساعة. برش على الوجه جالاكسي رشة خفيفة بهيدا الشكل، وإذا حبينا منحط عليهم هيك شكل قطعة شوكولا خفيفة بهيدا الشكل. هيدا الحلو اللي عملته أنا وياكم، حلو الجالاكسي بوقت كتير كتير صغير وبسيط، شكل كتير فخامة وروعة. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.